بسم الله الرحمن الرحيم. أين دارك غدا؟ نداء. يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي. نداء. يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي. نداء. يا ابن آدم تمشي في جماعة على الأرض وسوف تقع وحيدا في بطني. نداء. يا ابن آدم تفرح وتمرح على ظهري وسوف تبكي في بطني. نداء. يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري وسوف يأكلك الزود في بطني. أين دارك غدا؟ ضعوا خدي على التراب ضعوا ومن عفر التراب فوسدوه وشقوا عنه أكثر رقاقا. أين دارك غدا؟ والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. إن يك خيرا فالذي من بعده خير عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعده أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. أين دارك غدا؟ القبور على نوعين أيها الغالي، القبور على نوعين أيتها الغالية، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لا بد من الاستعداد، لا بد من عمار الدار قبل سكنها. أين دارك غدا؟ عظا. كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. عظة. فقال سبحانه عظة عظة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين دارك غدا؟ عمر. يا عمر ما الذي أصابك؟ عمر. فتندد عمر باكيا وقال أما إنك لو رأيتني بعد 3 ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخسفت الوجنتان وعاتت في الجوف الزيدان وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي أشد إنكارا وعجبا. فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواظر مقلتي على وجناتي. أين دارك غدا؟ هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. سعد فما أدراك ما سعد؟ هذا حال سعد، فكيف سيكون حالي وحالك؟ هذا حال سعد، فكيف سيكون حالي وحالك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغض وقد أسلمك الرب إلى أضيق من الفم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. تسجيلات الصفا الإسلامية تقدم. أين دارك غدا؟ أين دارك غدا؟ للشيخ خالد الراشد. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا لقاء من لقاءات مواعظ القلوب، العلاج الذي لا بد منه لقسوة القلوب، فقسوة القلوب مرض خبيث يقعد عن الخير ويصد عن الهداية. قال الله: فويل للقافية قلوبهم من ذكر الله. القلوب ما بين رقة وقسوة، إذا رقت تذكرت علام الغيوب، وإذا قست نست، فكان لا بد لها من التذكير. إذا غفلت لا بد مواعظ القرآن والمواعظ النبوية، مواعظ القرآن التي تحيي القلوب القاسية، لأن كلام الرحمن لو تنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحن في لقاء بعنوان أين دارك غدا؟ أنت الآن تسكن القصر الفسيح وتقطن الدار الرحيبة، وغدا ستكون في مكان آخر، طال الزمان أو قصر. فليس للمرء دار بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. إن بناها بخير طاب مسكنه، إن بناها بشر خاب بانيها. إن مواعظ القرآن أعظم ما يحيي القلب، والمواعظ النبوية الموجزة البليغة من أعظم المواعظ التي تحيي القلب. فتعال أعطني السمع والقلب والجوارح والأركان، نمر في موعظة قرآنية. قال الله جل في علاه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ترى ما الذي غر الناس من الدنيا؟ ترى ما الذي غرهم من الدنيا؟ وهذه سهامها تصيب كل يوم أحدهم بسهم وهو إلى القبر المظلم المطبق عليه.